يقول سلمك الله: ما رأيكم في بعض طلبة العلم في بلادنا ممن يغلون في تطبيق السنن؟ يغلون؟ أي نعم. فهذا أحدهم خرج مع بعض العوام في رحلة برية يوم الجمعة، وحضرت الصلاة، ولديهم سيارات يستطيعون الذهاب بها للمسجد، ولكنه قال لهم: نريد أن نصلي الجمعة في البر من أجل تطبيق سنة الصلاة في النعلين. ومن خالفهم في هذا القول احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الأمر يا صاحب الفضيلة مستفحل عندنا في بلادنا. هذا جهل مركب، ما هو جهل بسيط، هذا جهل مركب والعياذ بالله. صلاة الجمعة ما تقام إلا بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما صلى الجمعة، في جميع أسفاره ما صلاها في البر أبدا، ولا صلاها يوم عرفة لأنه وقوفه يوافق يوم الجمعة، ولا صلى الجمعة. ما عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم يصلون الجمعة في أسفارهم، وإنما تصلى الجمعة في البلدان، في الأمصار والقرى، المستوطنين تقام فيها الجمعة. وهذا جهل منه، يعني يصلي الجمعة علشان النعال؟ هذا يدلك على جهله. علشان يصلي بالنعال يظهر السنة، يضيع الصلاة، يصلي صلاة غير صحيحة علشان يصلي بالنعال؟ هذا يدلك على جهله، وأنه جهل فظيع والعياذ بالله.